ضيف برنامج نجوم وأضواء ليوم الجمعة 29 أيلول الممثل اللبناني وعازف العود سعد حمدان. سعد حمدان رح يحكي بالحلقة عن مسرح أبو الفنون وعن جائزته عن دور عدنان بغنوجة بيا يلي ترك طابع مميز بأذهان الناس، ورح يحكي كمان عن الفن بالعصر الذهبي، تحديدا عن سفيرتنا للنجوم السيدة فيروز. برنامج نجوم وأضواء من إعداد وتقديم الإعلامية اللبنانية هيام عبيد.